واو جم 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 بسرعه 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 رحنا فيها رحنا فيها صاحبك وين انت العب العب اضرب اضرب هو بالهواء اعطيه 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 بس يلا هلا على النوم نام ونستنى للصبح اهلا وسهلا بكم اسر بلاي ستيشن في حلقه جديده من برنامج ليالي جيمرز سيزون 2 ولو دي اول حلقه تشوفوها ارجعوا للحلقه اللي قبليها طبعا لازم تكونوا عاملين سبسكرايب ترجعوا الحلقه اللي قبليها وتشوفوا الحصل شنو وبعدين ارجعوا الحلقه دي نحن عندنا جيمر وحش فتاك في وقت فراغه بيصارع الدببه في الادغال حبيب وعندنا جيمر يعني على نياط الله يخليه اللي هو انا صراحه بالحلقه الاولى غيرت وجهه نظر ايوه حمسني الحلقه الاولى اللي ما شافها لازم تشوفوها بالبدايه كان على نياته في النهايه يولع عايزين نذكر انه نحن في اسره بلاي ستيشن دائما اللعب للجميع بالضبط فعشان كده عايزين بشار يساعدني اوصل الليفل بتاعه بالضبط طبعا اليوم راح نعلمك تلعب داينج لايت 2 لعبه فيها زومبيز بكل مكان بس الزومبي ما راح يقدروا يهجموا عليك إذا في ضوء الشمس. أوكي. فطالما أنت بالنهار والشمس فوقك أمورك تمام. أوكي. إذا صرنا بالليل فينك تتفادى الزومبي كمان باستعمال الأشعة فوق البنفسجية. فهذا هدفنا باللعبة. يا يعني نكون تحت ضوء الشمس يا معنا أشعة تحت بنفسجية. قصة اللعبة جدا رهيبة. قصة اللعبة إنه بعد 15 سنة من انتشار الزومبي بالعالم نحن الدولة أو المدينة الوحيدة الصامدة على وجه الأرض. فلازم نضل عايشين. لعبة رهيبة ورح نستمتع جدا اليوم. جاهزين؟ جاهز؟ جاهز هنا رح نبدأ باللعب على طول في الكنترولر عندك طيب حالياً لازم تروح لعند لعب ناديك بالبرج هل أنت في ضوء شمس أمورك تمام؟ أيوة بس في البساطة الحين بيساعدك الوحش شكراً يا أخي في خلية نحل فيها عسل فخلنا نجمع شوية العسل هنحتاجه بعدين هلا في لازم نجيب بابونج لازم نجيب بابونج شكله بده يعمل شاي أخضر حلو هون حلو خلصنا صنعنا الحين دواء أول خطوة باللعبة خلصنا منها هنا في بيت مهجور فنفوت نستكشف نشوف شو في أسلحة أشياء فينا ناخدها ايوه انزل هيا بنا اوكي الوضع ما يطمن صراحه انت لحالك في بيت معتم تذكر العتمه في هاللعبه يعني زومبيز اتذكر الضرب شنو بار 1 طيب هلا لازم نطلع على قمه الجبل فلازم اول شيء تسبح بالبحيره ومي وسباع يو خلينا ندرس الامر شوف تطلع على الحديده اللي على اليمين هاي بعدين بتنط على اليسار لما تنط على اليسار بتكمل لفوق هنا ترتاح بسرعه بسرعه وصلت على الملي هنا ترتاح هنا ترتاح اوكي الحين رحله رقم 2 يلا هنا ندخل على كهف الكهف كله زومبي لو دخلت بيناتهم ان شاء الله لو انك من في سوبرمان هتموت فلازم تلاقي وسيله ثانيه لتعدي الكهف بدون ما تقتلهم بدون ما تقتلهم بدون ما يشوفوك اصلا ولا يسمعوك انا بعرف بس خلنا نشوف انت هتكتشفها ولا لا راح اعطيك هنت بسيط المرتفعات ايوه يا عمك يا ايوه يا ما شاء الله عليك أيوة تاخذ الهنتات بل 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 يا اخي انت على طول انت لو وقعت بيناتهم حاليا راح يتغدوا عليك مرياني انا لو نزلت حضربهم حاجري راح يتغدوا عليك هيك يفرشوك هيك وهيك منسف تعرف المنسف هيعملوك منسف طيب شوف انا ما بدي خوفك بس شوف السماء وراك والعالم وراك لما يكون العالم لونه اصفر يعني شو في شمس قاعد مغرب غروب فبعد شوي حتروح الشمس يا وحش وهتلقم فبسرعه طيب المفروض نمشي وين هاي فوق روح يس يس مهاره الباركور هيا بنا ليتس جو شخصيتك رشيق جدا لا
روح حاول جرب. حاول شايف لسه هذا ولا شيء قدام. بعدين انا لو نطيت نطه زي دي ظهري كان خلاص راح فيها. هلا هون ما شاء الله لاعب اولمبيات. في صوت في صوت في صوت غريب في صوت غريب. هوب 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 هوب. طلع هذا بينط على روس الزومبي وبيجي علينا. العب العب اضرب اضرب هو بالهواء. اعطيه 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 اعطيه. على فكره هذا جدا ضعيف بس صعب انك تعطيه هيت. لو اعطيته هيت واحد راح يموت. اعطيه هيت بس مات 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 خلاص. كيف بس معك كيف بس معك هوم رن ده اسمه. حلو هلا بنشغل الكهرباء وبيشتغل الراديو وبتعطينا الاشعه فوق البنفسجيه وامورنا كلها تمام. ليتس جو. احنا نطلع وراك وتصير مدينه ملاهي. يا هلا يا هلا. لا شوف السماء شوف 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 السماء خرافيه صح؟ صح. اوكي محطه الباص محطه الراديو راديو شادي. الو الو اهلا. حول حول شادي. جربنا كل محطات الراديو بس الوضع الوقت بالليل فحان وقت النوم. من نام نقوم على الصباح رواق ونحاول نتواصل مع حد. كام داون كام داون كام داون. كيف يعني نام وفي زومبيز وناس حييجوا ياكلون؟ واو واو واو. انت ما تسمع قلت لك لما يكون في اشعه فوق البنفسجيه ما بيهجم علينا الزومبي. طلع وراك شوفي. فطالما هذا الضوء قدامنا نحن في امان. يلا هلا على النوم. نام ونستنى للصبح. واو. هنا راح يشتغل بل بل بل. هنا هيشتغل الباركور الصح. هنقضيها من عمارة لعمارة. بيو. لا لا التجب الحين. اوكي غابت الشمس اسرع ما كنا متوقعين والوضع صار خطير. فحاليا نصيحه لا تطلع وراك. امشي امشي امشي. طيب الحين ان شاء الله يدخلونا هذول الناس اللي هنا. كرين كرين. لازم نضل واقفين بالضوء. شوف زومبي حاليا عم يستنونا على الباب برا بس طالما نحن واقفين بالضوء ممكنهم يقربوا. There's no time. We've got the howler on our asses. Biomarkers. Did you hear behind us? I said biomarkers. وبدي اشوف اشاره انه نحن من المدينه. فانا شخصيتك مو من المدينه. فمو راضي يدخلنا. سكروا الاضوية. سكروا الاضوية. حاليا هذا قاعد ينادي كل اصحابه. امشي امشي ورا امشي ورا بسرعه. اوع الحين من جد لا تطلع ورا. الحين لو وقفت ثانيه وطلعت وراك انت ميت. جم 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 بسرعة بسرعة بسرعة. يلا 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 يلا. اوكي حاليا عم يروح عن شخص ثاني. ان شاء الله هذا يفوتنا. اخذ برضه حسوله نقطة. ان شاء الله يفوتنا. ليش العالم ليش العالم كلهم سيئين بعالم الزومبي؟ الكل سحب علينا ما حدا عم يرضى يدخلنا. لا انت سمعت صاحبي قال لي شنو؟ قال لي اوقفهم. قلنا انا يعني هناك عرفته عرفته؟ اه اللي انت يلا. ايوه انا الصح قلنا. انت اوقفهم على بين ما يقنع هذا يفتح لنا الباب. هي حركة سنين. صح والله خليك على الحافة. كل ما كل ما ينزل واحد ارميه. طوالي ما في أي هزار. راح يا حبيبي رحنا فيها. يو رحنا فيها. صاحبي رحنا فيها. صاحبك وين؟ وأنا يا أي أخيرا أخيرا كيليان صحة قالت ندخل الناس ديل. فتح لنا الضوء أخيرا. هذا كيليان اللي نص ساعة خلانا على الباب. What are you up to, Hakon? دخلنا أخيرا هنلاقي مكان ننام في الليلة ونستنى الصباح. أعزائي المشاهدين دي كانت حلقة 2 من ليالي جيمر سيزون 2. شفنا فيها لعبة اسمها داين لايت 2. لعبة بتاعة زومبيز وباركور. بشار رأيك شنو في اللعبة؟ والله لعبة جدا رائعة. أنا أي شيء له علاقة بالزومبي مسلسلات أفلام وألعاب أي شيء له علاقة بالزومبي بحبش. يعني عجبتك اللعبة؟ جدا. تابعونا الأسبوع الجاي في حلقة 3 من ليالي جيمرز. هنلعب فيها جيم بتاع كونغ فو اسمه سيفو. تابعونا يلا بأمان الله.